تقول لي ايه التمن اللي انت حصلت عليه؟ أيوة. يعني عشان تبقى منافق برضو انت بتشتمني مباشرة. يا سيدي بشتمك ليه بس يا تام؟ هو انت، انا عايز افهم حاجة. يعني ينفع اقول لك يا استاذ وائل انت كداب؟ انا عايز افهم حاجة. ينفع اقول لك كده؟ لا ما ينفعش تقول لي انك، وانت ما ينفعش تقول لي انت منافق. لا ما ينفعش تقول لي كده، لان وانت ما ينفعش تقول لي انت منافق. لا ما هو انت، هقول لك حاجة. لا ما تقوليش، هقول لك حاجة. انت تقول لي الموقف السياسي كذا نتكلم فيه، لكن لما تخش في شخصي وتقول لي انت منافق او انت كذاب اقول لك عفوا هذا تجاوز. لا ما قلتلكش انت كذاب. ونفاق انت منافق. لا ما قلتلكش انت كذاب. انت منافق دي كلمه لا تجوز على الهواء، تجاوز في حقي. كان ممكن ارد عليك بس انا بقول لك انا لساني يعف عن ذكر هذا الكلام بمنتهى الاحترام. طيب. انت دلوقتي سالت السؤال. لا مش انت السؤال. ما تخلينا اجاوبك على السؤال. حضرتك لو انت بتقول دلوقتي، حضرتك لو بتحترم المشاهدين ثانية واحدة يا استاذ وائل، بتقول لي لما تصاب بالحرج. مين قال لك ان انا اصبت بالحرج؟ استاذ وائل لما حضرتك تغلط في حقي على الهواء لو بتحترم المشاهدين ده انا اسف. ده موقفك. لا. ده موقفك المؤيد للسلطة. لا تامر، كلمة انت منافق دي اسمها سبة ولا ما تعرفهاش؟ سبة ليه؟ نرجع بعد الفاصل، وانا وعدت تامر امين ان هو هيتكلم ويقول رأيه بعد الفاصل. بص اولا بس عشان في مغالطة كان الاستاذ وائل قالها في الاول ومش عارف دي ازاي سقطت من معلوماته، ان برنامج البيت بيتك ده كان انتاج خاص مش بفلوس الناس وكذا، ده انتاج واحد هو يعرفه كويس اسمه محمود بركه. يعني تاني يا انتاج طيب خاص. انا استاذه بسمه، استاذه بسمه، انا عايز اذنك. لا استاذه بسمه، انا مش عايز اكمل كلامه بعد اذنك. يعني